ومن هذا استدل بعض أهل العلم على مسألة يعني متداولة اليوم بين الناس، وهي قضية لو جاء الإنسان إلى المسجد وقد اكتمل الصف، سواء الصف الأول أو الثاني أو الثالث بغض النظر، المهم الصف الذي أمامه اكتمل، فهل يصلي منفردا أو ينتظر حتى يأتيه أحد؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو أنه قال لرجل صلى منفردا قال: استقبل صلاتك. قال بعض أهل العلم أنه لا يصلي، ينتظر حتى يأتي أحد ويصلي معه، أو أنه يجر أحدا من الصف، أو المهم أنه لا يصلي وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة منفرد خلف الصف، أو لفذ خلف الصف. وقوله للرجل استقبل صلاتك. قال كثير من أهل العلم: إذا كان الشرط يسقط عند العجز فلم تجد ماء فتيمم، والذي لا يجد الماء ولا التيمم فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، والذي لا يستطيع استقبال القبلة أو جهل القبلة ولم يجد من يرشده يسقط عنه استقبال القبلة، من لا يجد ما يستر به بدنه يسقط عنه شرط ستر العورة. قال: وكذلك الأركان، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والذي لا يحسن الفاتحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: إذا كانت الأركان تسقط عند العجز من باب أولى أن هذا يسقط أيضا عند العجز، وهو الصلاة مع شخص في الصف، وهذا استدلال طيب في هذه المسألة. فالقصد أنه لا واجب مع العجز، فإذا عجز الإنسان عن أداء الواجب فإنه يسقط ذلك الواجب، لأن المأمورات إنما هي بقدر الاستطاعة، بخلاف المنهيات فإن الإنسان يتركها ما لم يصل الأمر إلى الضرورة. نعم.